بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 73 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد عبد العزيز محمد مصري. الأخ سعد عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على معنى الماء المستعمل، وهل يمكن التطهر به كالماء الطهور الذي يطهر غيره أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الماء المستعمل في الطهارة، مستعمل في رفع الحدث، فيه خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من يرى أنه لا يرفع الحدث، لأنه أصبح ماء مستعملا فتحول من طهور إلى طاهر بسبب الاستعمال. والقول الثاني أنه لا مانع من التطهر به، لأنه ماء طهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. قد أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة أنه يصبح نجسا، وأما إذا لم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فالأصل فيه الطهارة، الأصل فيه أنه طهور لعموم النصوص، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقوله تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، دل على أن الأصل في الماء أنه طهور إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، وهذا هو الراجح من قولي العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم عن رجل صلى بالناس إماما، وبعد ساعات تذكر أن ملابسه كان عليها أثرا من جنابة، وحينئذ يسألكم عن الحكم. جزاكم الله خيرا. نعم. يسألكم عن رجل صلى بالناس إماما ثم تذكر بعد ساعات أن على ملابسه أثرا من جنابة، وحينئذ يسأل عن حكم صلاته وصلاة المأمومين. جزاكم الله خيرا. هذا إذا كان لم يذكر أن عليه جنابة إلا بعدما فرغ من الصلاة، فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة، وأما هو فيعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم. أعيد السؤال مرة ثانية لو تكرمتم شيخ صالح. نعم. يقول: رجل صلى بالناس إماما ثم بعد انتهاء الصلاة بساعات تذكر أنه كان يرتدي ثوبا عليه آثار جنابة، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ نعم، كما ذكرنا، إذا كان صلى وهو يعتقد أنه على طهارة، ولكن بعدما صلى وانتهى وجد أثر الجنابة على ثوبه، فهذا دليل، وكان هذا بعد قيامه من النوم، فهذا دليل على أنه قد احتلم أو لم يشعر بذلك، فيغتسل ويعيد الصلاة. أما صلاة المأمومين فإنها صحيحة. أما إن كان قصده أنه وجد على ثوبه أثر جنابة يعني مني، وهو قد اغتسل، هو يعرف أنه قد جامع وأنه قد اغتسل، ولكن ما درى عن أثر المني الذي على ثوبه، فصلاته صحيحة لأن المني طاهر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: وجهونا فضيلة الشيخ عن التعامل بالربا، ذلك أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، ثم إن بعض الناس قد تعامل بالربا لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، بعض الناس قالوا له توبة، والبعض الآخر قالوا ليس له توبة، كيف يكون التوجيه حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. الربا حرام بنص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع أهل العلم،
وهو من أخبث المكاسب، قد توعد الله عليه بالوعيد الشديد في آيات من كتابه. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فالربا حرام وخبيث وكسب ممحوق البركة، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا. ومن وقع في التعامل بالربا فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصدق التوبة في ذلك، ومن تاب تاب الله عليه. فهؤلاء الذين يقولون إنه لا توبة له، هؤلاء مخطئون. الله جل وعلا يقبل التوبة من جميع الذنوب، حتى من الكفر والشرك يقبل الله توبة التائبين، ومنهم آكل الربا. ولهذا يقول جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إلقاء درس قبل أذان الجمعة في المسجد، علما بأن أهل المسجد يريدون ذلك، ويوجد بعض الناس في المسجد يقرؤون في المصحف المنفردين، وبعضهم يقوم بأداء تحية المسجد، مما يجعل الدرس يفسد عليهم قراءة القرآن أو الصلاة، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ وجهونا مأجورين جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا عن أحد من خلفائه الراشدين أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يكتفى بالخطبة. الخطبة هي الدرس العظيم، وهي الموعظة، وهي التعليم، تكفي عن هذا الدرس الذي يسأل عنه السائل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن لبس الرجل للخاتم من فضة، هل هو جائز أو لا؟ لا بأس بلبس الرجل الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، إنما المحرم لبس الخاتم من الذهب على الرجال. نعم، ما حكم من صلى بالناس صلاة التسبيح وهو يجهل أنها صلاة مبتدعة، هل يكون آثم؟ إذا كان يجهل الحكم فإنه لا يكون آثما، لكن لا يعود لمثل هذا، لأنها صلاة لا دليل عليها فهي بدعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم ويقول: أنا شاب مقبل على الزواج، والحمد لله خطبت فتاة متدينة وتحفظ من القرآن 25 جزءا، وهذا من فضل الله، ولكن فضيلة الشيخ والدتي تقول بأنها تريد أن أتزوج وأبقى معهم في المنزل، علما بأن لي 4 إخوة كبار في المنزل، وتريد أن نبقى سوا في الأكل والشرب والجلوس، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ أما البقاء في المنزل مع أمك وإخوانك ومعك زوجتك فلا بأس بذلك، بشرط أن تتحجب زوجتك عن إخوانك، وأن تحرص على الستر الضافي عن إخوانك لأنهم أجانب منها، والجلوس جلوسكم جميعا في مكان إذا كانت متسترة ومتحجبة لا مانع منه أيضا. وأما الأكل جميعا فهذا لا يجوز، لأن هذا يستدعي أن تكشف عن وجهها أو شيء من جسمها من أجل الأكل، هذا لا يجوز. يأكل الرجال على حدة والنساء على حدة إذا لم يكون بينهم محرمية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن من لم يصل إليهم الإسلام مطلقا ولم يسمعوا به، هل حينئذ يبقون كفارا أم لهم حكم آخر؟ جزاكم الله خيرا. من لم تبلغهم الدعوة ولم يعلموا بالإسلام لانقطاع الأخبار عنهم، فإنهم يكونون مثل أصحاب الفترة، لأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول سبحانه وتعالى: ووحي إلي هذا القرآن، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالذي لم تبلغه الدعوة يكون من أصحاب الفترة، وحكمهم والله أعلم بمآلهم ومصيرهم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: إنني نتيجة العمل المرهق لا أستطيع القيام لصلاة الفجر في وقتها مع الجماعة، وهذا يحصل كثيرا، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهك بأنه يجب عليك صلاة الفجر مع الجماعة، ولا يجوز لك ترك صلاة
الجماعة أو إخراج الصلاة عن وقتها. والإرهاق ليس بعذر، بإمكانك أن تخفف من الشغل وأن تنام مبكرا لأجل الصلاة. الصلاة يجب أن تحسب لها حسابها، يجب عليك حضورها مع الجماعة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعث بها أحد الإخوة المستمعين ورمز إلى اسمه بالحروف ميم سين سين من الرياض، يقول: كنت أقرأ في فتاوى الطلاق فأخذت أمثل له وأنطق به كأني أخاطب زوجتي، ولم يدر في فكري أن أطلق زوجتي، فدخل علي الشيطان وأخذ يوسوس بأني ما دمت نطقت بالطلاق فقد طلقت مني زوجتي، فأخذت الشكوك والوساوس تدور في رأسي حتى ضقت بها ذرعا، واشتد علي الأمر حتى نويت تلك الليلة أن أقطع الشك باليقين وأطلق زوجتي طلقة واحدة، على أن تكون طلقة واحدة ثم أراجعها بعد ذلك، فنويت ذلك وأرجح ترجيحا قويا أني نطقت بذلك، علما بأن زوجتي لا تعلم عن هذا الأمر أي شيء وأنا أحبها. وسؤالي: إن كنت كررت لفظ الطلاق للتأكيد لإنجال يكون مؤكدا، فهل تقع الطلقة وهل تكون طلقة واحدة؟ ثم أسألكم عن ظني ذلكم الذي ظنيته، كيف يكون الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرا. أولا، حكاية الطلاق لا أثر لها، فإذا كنت تدرس الطلاب أو تبين للحاضرين أحكام الطلاق وتحكي ألفاظ الطلاق فهذا لا أثر له، وما أصابك مما ذكرت هذا من وسواس الشيطان، كان الواجب عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان. وأما ما قصدته من تطليق زوجتك طلقة واحدة وتلفظت به، فإنها تطلق بذلك، لأن هذا طلاق أوقعته قاصدا له فيقع على زوجتك، وتكراره من أجل التأكيد لا يزيده عن واحدة. إذا كنت كررت أو تريد التأكيد فإنه لا يزيده عن واحدة، لك مراجعتها إن لم يكن سبق هذه الطلقة ما يكملها ثلاثا، لك أن تراجعها ما دامت في العدة. وعليك ألا تتعامل مع الوساوس ومع الأفكار التي تشوش عليك في هذا الأمر وفي غيره، وأن تستعيذ بالله من الشيطان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع ألف عين عين من جمهورية مصر العربية رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، تسأل في أحدها وتقول: حدثونا عن لباس المرأة في صلاتها وعن حكم تغطية قدميها، هل هي من شروط الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجب على المرأة أن تستر جسمها في الصلاة سترا كاملا إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال من غير محارمها، فإنها تكشفه في الصلاة عند خلوتها من الرجال غير المحارم. وأما قدماها فإنه يجب عليها سترها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة تصلي في الدرع يعني الثوب الكبير، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أدل على أن القدمين يجب سترهما في الصلاة وكذلك سائر الجسم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني من بلغت سن الحيض، بغير خمار. الخمار هو ما يغطى به الرأس، رأس المرأة، ويضفى على رأس المرأة، هذا هو الخمار. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل من تمام الوضوء غسل الأذن والرقبة؟ الأذن لا تغسل وإنما تمسح، لأنها من الرأس، يمسح ظاهرها وباطنها بأن يدخل أصبعه في صماخي الأذنين ويدير إبهامه على ظاهرهما، يمسحهما ظاهرا وباطنا لأنهما من الرأس. وأما العنق فإنه لا يمسح، ومسحه بدعة، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، فأمر بمسح الرأس فقط، وأما مسح العنق فلا أصل له. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل المستمعة ألف عين عين عن صلاة الجمعة في البيت وعن عدد ركعاتها، جزاكم الله خيرا. الجمعة لا تصلى في البيت، وليس على المرأة جمعة في بيتها، ولكن إذا حضرت الجمعة في المسجد مع المسلمين أجزأتها عن الظهر،
وأما إذا كانت تصلي في بيتها فإنه يجب عليها أن تصلي ظهراً ولا تصلي جمعة. نعم. جزاكم الله خيراً. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام خطيبها طوال فترة الخطوبة بدون عقد قران؟ لا يجوز هذا، لأنها أجنبية منه، ولا يحل لها أن تكشف له شيئا من جسمها بمجرد الخطبة من غير عقد قران. ولكن رخص الشارع للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، كالنظر إلى وجهها وكفيها بحضرة وليها من غير خلوة بها، وهذا لا يستمر، وإنما بقدر الحاجة فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم أيضا عن قبض اليد اليمنى مع تحريك أصبع السبابة أو فرد الكف مع رفع السبابة في التشهد، جزاكم الله خيرا. المستحب أن يضع يديه على فخذيه، يضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى وتكون مبسوطة الأصابع، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة. هذا هو المستحب في وضع اليد في التشهد، هو المستحب يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد، وأما الخنصر والبنصر فإنه يقبضهما ويحلق الوسطى مع الإبهام، يعني يجعلهما على صفة الحلقة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل فضيلتكم عن صوت النساء في الأفراح، وذلك بالزغاريد كما يسمونها. الذي وردت به السنة أن النساء في مناسبة الزواج، في حفلة الزواج، يستحب لهن ضرب الدف ويغنين بما جرت به عادة نساء البلد، من غير أن يكون فيه تقريب أو ترخيم أو يمتد سماعه إلى الرجال، أو يكون في ميكروفون أو مصحوبا بآلات موسيقى، أو يكون على شكل الأغاني المطربة المعروفة في هذا الزمان. هذا كله ممنوع، وإنما تغني المرأة بصوت مجرد وبشعر نزيه ليس فيه مجون أيضا. هذا هو الذي وردت به السنة، أما الزغاريد فلا أصل لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم إحدى الأخوات المستمعات تقول فاشين ميم عين، تسأل عن محظورات الإحرام وبالأخص استعمال الصابون ذي الرائحة وأيضا الكريم وما أشبه ذلك، هل يؤثر ذلك على الإحرام أو لا؟ من محظورات الإحرام مس الطيب، فالمحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يمس طيبا ما دام محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام. ولما توفي أحد أصحابه معه واقف في عرفة، قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، وقال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. كل هذا يدل على أن الطيب ممنوع على المحرم ما دام محرما. وأما الأشياء المطيبة كالصابون والأدهان المطيبة هي أيضا يتجنبها المحرم إذا كانت تظهر منها رائحة الطيب، لأنها مصحوبة بطيب وتظهر منها رائحة الطيب إذا مسها المحرم فيتجنبها، كالصابون المطيب والأدهان المطيبة تجنبها المحرم. أما الصابون غير المطيب والأدهان غير المطيبة فلا مانع من استعمال المحرم لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الحديدة الواسطة، وباعثها مستمع يقول أخوكم في الله أبو حفص نبيل بن عباس يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يريد أن ينام أن يدعو بأذكار، فهل على من فعلها أو دعا ببعضها ثم قام من فراشه وأراد الرجوع إليه بعد قيامه لكلام أو فتح باب أو أمر ضروري، هل عليه أن يعيد ما قد دعا به أم يكتفي بما سبق؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليه أن يعيد ما قد دعا به عند النوم إذا قام لحاجة ثم رجع قريبا
إلى منامه، وإن أعاده فهو زيادة خير، إن أعاده فهو زيادة خير، لأنه ذكر لله عز وجل، وإن لم يعده فإنه يكفي ما قاله في الأول. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل لخطبة الجمعة مقدمة أو شكل معين كالتقيد بخطبة الحاجة مثلا، أم أي صيغة تكون وتؤدي الغرض؟ جزاكم الله خيرا. وهل يلزم المأمومين أن يرفعوا أيديهم ويؤمنوا على دعاء الخطيب؟ وجهونا إلى هذه القضايا، جزاكم الله خيرا. خطبة الجمعة تكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين والسلف الصالح، وذلك بأن يبدأها بالحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظ الناس بما يحرك القلوب ويفيد الحاضرين في أمور دينهم، ولا سيما في عقيدتهم وعبادتهم وفي معاملاتهم وما يحتاجون فيه إلى التوجيه والإرشاد. هذه هي الخطبة، ويقرأ يكثر فيها من قراءة القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك في الخطبة الثانية، وكذلك من صفات الخطبة أن يوصي بتقوى الله عز وجل بعدما يحمد الله ويأتي بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوصي بتقوى الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي الخطبة في آخر الخطبة الثانية يدعو للمسلمين ويدعو لولاة أمور المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين، وفيه مصلحة للجميع، والمأمومون يؤمنون على دعائه بدون أن يرفعوا أيديهم، يؤمنون على دعاء الخطيب بدون أن يرفعوا أيديهم. هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان.